البرد اذا ورده الجزائريه زعلانه منك يا خيي. قصة وردة انا ما معي خبر، ما سمعتهاش. انا وردة كان عندي حفل النهار الصبح، هي بتقول انه عرض انه طلبت مني. صح. طيب عاد مين هو اللي طلب مني؟ انا بستسأل دمه على الهوى الملحم بركات عشان قلت له لي بالعكس انا بحبها كثير، مهضومه جدا، بحبها جدا، لانه ما فيش عندنا ورده غيرها بالشرق. طب وصلك الطلب؟ خليني جاوبك. قل لي يا خيي، ما بعرف، يمكن بتذكر حدا قال لي على انه في مجال تعمل لها غنيه لورده. تروح يا عمي شو تحكي علي انت، ما بعرف شو هيك، ما بعرف مين هو، مش عارف، وبتمنى يتصل فيي يقول لي مين اللي طلب مني لحن لورده. اوكي. طيب يا خيي، انا اول شيء مش عايش من الالحان، انا اول شيء ماني عايش من الالحان، ماني ملحن، انا تاجر. تروح دق ابواب ما بعرف شو، ولا ما في هلا بكل لبنان ما عندش اصدقاء بيعرفوا رقمي مثلا؟ ما هي اذا قالت عايز اكلم ملحم بركات بيوصل لها الرقم بعد 3 دقائق. طيب ليه ما حكيت معي مثلا؟ تعرفت علي لما بدك تعمل لقاء مثل هذا بالقليله بدك تشوف الشخص، تشوف كيف بيضحك، كيف 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 شخصيته، بدك تدرس له شخصيته. انت ما انا ما انا ماني انا 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 جوهرجي، انا بقلمز حبه الالماس بجوهره. ما صار هالشيء، لا شفتها ولا حكيتها ولا حكيتني، وبتقول عني تقيل الدم. على كل حال بس ممكن من باب المزح او لا لا مش مزح، بدها توجه رساله يعني عتب. فرجوني اياها على الفيديو شو ما قالت مقبول منها. بتحب تلحن لها هلا لورده؟ لا هلا لا هلا ما بدك هلا لا. لانه؟ لانه بس تطلب مني هي، بس تقول هي بدها تطلبني وبنحكي بنشوف. بس على الهوا هلا لا، وعيب اقول لا بهالطريقه هذه، لانه هذا لقاء انا وياها بده يكون لقاء كبير جدا، بده دراسه. بس هيك مثل ما عم تقول لي انت، هيك ما بصير فن، ما بصير لقاء، لا على الهواء ولا كل الملايين العالم عم تتفرج. بدي اقول لك لا، مش هقول لك ايه من بعد الكلام اللي حكيته هي. بس انا اتمنى انه يصير في لقاء انا وياها، اتمنى من قلبي. وبيكبر الواحد ما بيصغر اذا لحن لورده. ما عندناش غيرها اليوم، ما عندنا غيرها مهمه، كبيره الفن، ورده الفنانين كلها.